برشا ناس ما تعرفش اللي الحلقة الأولى لو برومي رابور مع منصف المرزوقي دكتور مرزوقي كان حاجة صعيبة شوية، على خاطر اللي فهمتوا أنا اليوم ميخو فكرة شوية على الإعلام التونسي، قال لي انتوما تجيبوني باش تخرجوا مني كان الخايب، بدأ يحكي لي على تجارب سابقة صارت له غيره، وانا وقتها كنت نستنى جوست في الاميشن، معناها مانيش عارفة حتى منين باش نبداو كيفاش باش نخلطو، ميم سي التحضير كان انورم. كان فما حاجة ممكن تعلمتها مع سامح مفتاح، اللي التحضير وميما ياسر مهم. على قد ما تحضر راهو التونسي اليوم يعرف يتفرج، يعرف يسمع، يعرف يفرز مليح وناقد ليذا، وإذا كان حبك راهو حبك على خاطر فهم اللي أنت ما قللتش من قيمته، أعطيته أن برودوي في حجم اليوم الشارع التونسي والشعب التونسي اللي ولا شعب كما كنا قبل نقول يفهم برشا في السبور ويفهم في الثقافة وغيره، اليوم الشعب التونسي بيان إيفيدامون يفهم في السياسة مليح مليح. منصف المرزوقي في الحلقة الأولى هنيتو، قلت له ليه راني أنا خارج السرب، راني أنا الضيف متاعي نحطه أون فالور ونعطي حق المشاهد في المعلومة. أنا قلت له مانيش باش نجاوبك، نحكيه بعد الحلقة. دونك تخلي لي تي بريسي متفاهمين شو تدخلوا في وقت معين، تخلى قبل بساعة خاطر كان يحب يروح ما حابش يدخل في الاخر للليميشن. اي بي ملي دخلنا منصف المرزوقي في المباشر قبل ما يكون لو ستاتيو اللي كتبوا اللي دار وشفناه حتى يظهر في قنوات عربية وغيره، في الوسط وقت اللي بدينا نحكيه قال لي هيت نقفوا شوية، انا نحب نقول لك وقت دارت برشا، قال لي انا نحب نبوسك ونحب نعنقك خاطر انت احترمتني ويعطيك صحة وهذايا معناه سان كونتوني كي سو ريسبكت وكل. الحقيقة بالنسبة لي أنا جي ما باغ معناها دو لا شوز في وسط ليميشن. كيف خرجنا منصف المرزوقي دينا عبد رئيس الجمهورية السابق قال لي جو سوي ديزولي علي قلت، وفي آخر البرنامج جي بريسيزي وحبيت في وقتها في المباشر منصف المرزوقي قلت له الإعلام التونسي الكل راهو ماهوش كيف كيف، راهو عندنا ناس تحب تخدم وعندنا ناس اللي همها شنو اللي عمل الانفيتي، شكونوا الانفيتي هذايا، مش شخص ولا انتماءاته ولا غيره، الانتماءات تناقش شو، انا اللي يهمني الافعال نتاعو السيد هذايا، التاريخ نتاعنا وكتب التاريخ الجايين مش يكتبوا لي كان رئيس جمهوري، هذا اللي يهمني انا شو اللي عمل وشو اللي ما عملش، الايجابي والسلبي وغيره. ومن بعد جاي لو ستاتيو دو منصف المرزوقي اللي دار برشا وشفناه في قنوات اعلاميه وغيره وبدايه الرحله من وقتها.